أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: شخص أحرم ابنه بالعمرة وعمر الابن 13 سنة، ولكنه لم أو 13 سنة، ولكنه لما طاف 3 أشواط رفض إكمال العمرة نهائيا، ثم رجعوا للرياض. ماذا يترتب على الابن وعلى وليه؟ يترتب الرجوع، يجب الرجوع وإكمال العمرة، لأنه ما زال محرما، ما زال محرما بالعمرة، فيجب عليه الرجوع وأداء مناسك العمرة لأنه ما زال محرما، وعليه أن يتجنب محظورات الإحرام ويعيد ملابس الإحرام عليه ويخلع المخيطات ويعيد ملابس الإحرام عليه فورا ويذهب إلى مكة ويؤدي العمرة. المسألة ما يبتلعب العبادات، ما يبتلعب. الله جل وعلا يقول: وأتم الحج والعمرة لله. فإذا أحرم الإنسان بالحج أو بالعمرة وجب عليه الإتمام، ولا يتحلل من الإحرام إلا بأداء المناسك، وهذا لم يؤدي المناسك فيجب عليه الرجوع وهو لا يزال محرما. نعم.